نحييكم تحية طيبة مشاهدين كرام في حلقة ملفات لهذا الأسبوع، ونبدأها معكم بأبرز العناوين. استئناف المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني بالتزامن مع استمرار الحرب في أوكرانيا. الحرس الثوري الإيراني يتبنى قصف مدينة أربيل العراقية بالصواريخ الباليستية. الرئيس التركي يستقبل بأنقرة المستشار الألماني ورئيس الوزراء اليوناني حول الحرب في أوكرانيا ومسائل خلافية أخرى. إلى التفاصيل، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استئناف المفاوضات بين كييف وموسكو الثلاثاء، ويستأنف الحوار بين الطرفين المتحاربين هذه المرة عبر تقنية الفيديو، وفق ما أعلن العضو في الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا مساء الأحد، بعدما فشلت الجلسات الثلاث الأولى من المحادثات التي عقدت في بيلاروسيا، ثم اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني ديميترو كوليبا في تركيا الخميس. وكان المفاوض الروسي ليونيد سولوتسكي قد أعلن عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع أوكرانيا، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، مشيرا إلى توقعاته بالتوصل قريبا جدا إلى موقف مشترك بين الوفدين وإلى وثائق لتوقيعها. أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن استهداف ما زعم أنه مركز استراتيجي إسرائيلي في مدينة أربيل شمال العراق ب12 صاروخا باليستيا في عملية قال إنها تأتي كرد على مقتل 2 من ضباطه في قصف قرب دمشق. وأضاف الحرس الثوري في بيان له أن أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر، وذلك بعد أسبوع تقريبا من إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل 2 من ضباطه بقصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق يوم الاثنين. يذكر أن وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت أن القصف الصاروخي الذي طال مساكن المواطنين في محافظة أربيل بإقليم كردستان يعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية وترهيبا للآمنين، ويتسبب بزعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم وعموم العراق. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشار الألماني أولاف شولتز في أول زيارة للأخير إلى تركيا منذ توليه منصبه في ديسمبر الماضي. وتدور المحادثات في العاصمة التركية أنقرة مع المستشار الألماني حول الحرب في أوكرانيا التي تدخل أسبوعها الثالث، فضلا عن مسائل خلافية أخرى كمسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ورفع عقوبات مفروضة على تركيا. يجدر بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل رئيس الوزراء اليوناني في قصر وحيد الدين بإسطنبول في لقاء استمر لساعتين بعد وصول الأخير الأحد إلى إسطنبول للمشاركة في قداس ديني ببطريركية فنر للروم الأرثوذكس. أعلنت لجان المقاومة بالخرطوم فجر الثلاثاء عن مظاهرات تتوجه للقصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، في حين قالت لجنة أطباء السودان إن احتجاجات الاثنين شهدت سقوط 133 مصابا. وحسب تنسيقية لجان المقاومة السودانية فإن المظاهرات تأتي استجابة لجماهير الشارع وردا على ما قامت به القوات الانقلابية من اعتداءات وتحرش وانتهاكات ضد الإنسانية في مظاهرات الاثنين بالخرطوم. وشهدت العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية الاثنين مظاهرات مطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين، ويرفض المحتجون إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين أن السعودية توجهت دعوة للرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الرياض، مضيفة أن الزيارة قد تحدث قريبا وربما في مايو المقبل. وقد تساعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة على تعزيز علاقات الرياض مع بكين في وقت تشهد فيه العلاقات مع واشنطن توترا.
ونقل تقرير الول ستريت جورنال عن مسؤول سعودي قوله إن ولي العهد السعودي والرئيس الصيني صديقان حميمان، وكلاهما يدرك وجود إمكانات هائلة لتعزيز العلاقات، وإن الأمر ليس مجرد شراء النفط من السعودية وشراء الأسلحة من الصين حسب وصفه. المفاوضات الروسية الأوكرانية تعود إلى الواجهة من جديد مع فشل المحادثات بينهما في ثلاث مناسبات سابقة وعدم التوصل إلى إيقاف للحرب الدائرة في أوكرانيا التي أحرقت الأخضر واليابس. ثلاثة أسابيع تمضي على الحرب الروسية في أوكرانيا وقد أخذت معها أرواح المئات من المدنيين وشردت مئات الآلاف وأتت على البنية التحتية في أوكرانيا لتحيلها خرابة. فهل ستمضي روسيا في بسط نفوذها العسكري على أوكرانيا أم أن الحل السياسي أن يتصدر المشهد؟ هل ستفضي المفاوضات المستمرة بين الروس والأوكران إلى حل حسب آخر تصريحات متفائلة لمفاوضين روس وأوكرانيين؟ وهل سنرى ما يؤدي إلى إيقاف فوري لإطلاق النار حقنا لدماء الطرفين؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون موضوع نقاش ملفنا الأول لهذا المساء، ولكن بعد التقرير التالي. تدخل الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الرابع، وتسيطر القوات الروسية على مدينة خرسون جنوب البلاد، أكبر مدينة تسقط حتى الآن بيد القوات الروسية التي تواصل قضم أجزاء واسعة من شرق البلاد وصولا إلى تخوم العاصمة كييف. مدينة خرسون الاستراتيجية تكمن أهميتها في أنها تطل على بحر آزوف من الجنوب الشرقي والبحر الأسود من الجنوب الغربي، كما تتيح السيطرة عليها التوجه غربا وشمالا لمهاجمة كييف من جبهة أخرى. عمدة العاصمة كييف أعلن حظر تجول لمدة 36 ساعة في المدينة، داعيا الرجال الذين غادروا المدينة للعودة والدفاع عنها، مؤكدا أن كييف هي قلب أوكرانيا وأن الأوكرانيين سيستميتون في الدفاع عنها. ومع كل تلك الخسائر إلا أن صمود الأوكرانيين أمام الزحف الروسي للأسبوع الرابع على التوالي شكل تحدياً كبيراً لبوتين الذي أصيب بخيبة أمل من أداء القوات الروسية وردة الفعل الغربية غير المتوقعة. احتدام المعارك بين الطرفين لم يوقف المفاوضات، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن استمرار المفاوضات بين موسكو وكييف دون التعليق على مسار تلك المحادثات أو نتائجها المرتقبة. وعلى وقع المعارك تنشط الدبلوماسية وتزداد الضغوط الغربية على موسكو، حيث صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الجانب الأمريكي أوضح للصين عدم السماح لأي دولة بتعويض موسكو عن خسائرها بسبب الحرب على أوكرانيا. عقوبات واشنطن ردت عليها موسكو بعقوبات مماثلة على الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية والدفاع ومستشار الأمن القومي. ومع تزايد تحذير الأمين العام لحلف الناتو من استخدام موسكو للسلاح الكيميائي، أكد أن القيادة العسكرية للناتو تتواصل مع روسيا لتلافي أي حادث يخرج عن السيطرة. فهل ستنجح العقوبات والمسار الدبلوماسي في إيقاف آلة الحرب؟ أم إن كلا الطرفين بات في مرحلة حرجة تصعب معها العودة إلى الوراء؟ إذن مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع معي من العاصمة موسكو السياسي الروسي ديمتري بريجا، المحلل السياسي الروسي. مرحبا بك سيد ديمتري. وأيضا معي في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية الدكتور قيس النوري، فمرحبا بك دكتور قيس. وأبدأ معك دكتور قيس، يعني يبدو أن الحل السياسي قد عاد من جديد إلى الواجهة، لكن هل هناك فعلا إرادة من الطرفين الروسي والأوكراني في حل هذا الموضوع سياسيا وليس عسكريا؟ حقيقة الذي يتابع مجريات الحرب وخاصة يتابع الموقف الروسي المعلن من هذه الحرب
يدرك تماما أنه روسيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق كامل أهداف الحرب. وأهداف الحرب اتضحت منذ البداية، أولها وتشكيل هيكلية سياسية جغرافية شرق أوكرانيا بما يحدد الحدود الروسية بإقليم دونباس، وهذا أصبح واقع. تسعى موسكو إلى الحصول على اعتراف من حكومة كييف باستقلال الجمهوريتين في دونباس، هذا واحد. الشيء الثاني، واضح أن الهدف السياسي والاستراتيجي من هذه الحرب وفق الرؤية الروسية هو الوصول إلى حياد أوكرانيا لمنحها مستقبلا من أن تنضم إلى حلف الناتو، باعتبار أن هذا الانضمام يشكل تهديد للأمن القومي الروسي في الصميم، خاصة إذا عرفنا أن إذا انتقلت البنية التحتية للناتو إلى أوكرانيا فتصبح موسكو على مدى 5 دقائق من مرمى صواريخ الناتو. لن تتوقف موسكو إلا بعد تحقيق هذين الهدفين الاستراتيجيين. أما فيما يتعلق بضرب البنية التحتية العسكرية والمدنية الأوكرانية، هذا هدف وإن لم يعلن عنه في موسكو، لكن في المتصور أنه موسكو ترى أنه بعد انسحاب، بعد وقف إطلاق النار والاتفاق على صيغ سياسية بين موسكو وكييف وينسحب الجيش الروسي، تصبح روسيا ليست ذات قدرة على تهديد موسكو مجددا، خاصة أننا عرفنا أنهم سيطروا على أهم المفاعلات النووية الأوكرانية في أوكرانيا ودمروا البنية العسكرية الأوكرانية الأساسية، وهذا هدف يندرج ضمن أهداف الحرب التي أعلنتها روسيا على كييف. لنسمع الرأي من موسكو عبر السيد ديمتري. سيد ديمتري، مرحبا بك مجددا، ويعني عودة المفاوضات إلى الواجهة من جديد، هل روسيا فعلا مستعدة لسماع الطرف الآخر أم أنها فقط تحاول تمرير أجندتها السياسية وشروطها فقط دون سماع الآخر؟ نعم، دعني أقول بأن حتى الآن الواضح بأن روسيا تفاوض الأوكرانيين والمفاوضين الأوكرانيين بالشروط التي طلبها منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وهي يعني بخصوص الأسلحة الهجومية والتواجد الغربي وأيضا يعني الحلف أو التعاون مع الناتو. روسيا ترى في هذا الشيء تهديدا للأمن القومي الروسي، وترى في هذا الشيء تهديدا للمصالح الروسية في المنطقة، والواضح بأن يعني الديمتريزيشن أو التخلص من الأسلحة الهجومية هو أحد أهداف العملية العسكرية التي بدأ فيها بوتين منذ أسابيع، وأيضا يعني منذ الأيام الأولى من العملية العسكرية بدأت باستهداف القواعد العسكرية الأوكرانية والأسلحة الهجومية لدى الجيش الأوكراني، وبعد يعني بدأ السيطرة على المناطق التي كان يريد الانفصاليون السيطرة عليه، وخصوصا دونباس وغانسك ونزرب، بأن في هذه المناطق كانت هناك بعض المناطق مسيطرة من قبل القوات الأوكرانية الجيش الأوكراني. وبعدما بدأت العملية العسكرية ويعني اعترفت روسيا بجمهوريتين دونيسك ولوغانسك، استطاعت أوكرانيا التصفي معهم بالأمن المشترك، وبدأت العملية العسكرية بعد أيام من الاعتراف بجمهوريتين دونيسك ولوغانسك. ويعني الهدف الأساسي الذي قال عنه بوتين بأنه الحماية القومية الروسية والدفاع عن الروس في المنطقة، وخصوصا يعني بوتين يقول بأن دونيسك ولوغانسك والمواطنين الروس الذين كانوا يسكنون هذه المناطق كانوا مضطهدين من قبل الحكومة الأوكرانية والقوات الأوكرانية، وكان هناك يعني قصف واستهداف المدنيين، هذا بحق قصف الكرملين والحكومة الروسية، ولذلك بدأت العملية العسكرية. والهدف الثاني هو أحد الأهداف هو التخلص من الأسلحة الهجومية. روسيا ترى بأن تسليح الناتو والغرب في أوكرانيا ويهدد روسيا ويهدد الأمن القومي الروسي. ويعني هناك أيضا عدد يعني أهداف العملية، بوتين أيضا يتهم الحكومة الأوكرانية بالحكومة الحالية الانقلابية، جاءت خصوصا نعرف بأن
بعد أحداث 2014 عندما نعم. تغيرت الحكومة الأوكرانية وهربت لا لكن سيد ديمتري يعني إلى الآن لم نرى أي استهداف أوكراني لأي أرض روسية على العكس مما قامت به روسيا سواء كان عند أوكرانيا أسلحة استراتيجية من حلف الناتو أم لم يكن عندها لم تستهدف روسيا بأي شيء سوى الدفاع عن نفسها. دعني أقول بأن لم تستهدف روسيا بطريقة مباشرة ولكن تم يعني روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف مناطق دونيسك ولوغانسك الجمهوريتين التي اعترفت بهما روسيا وبعض الاعتراف يعني رسميا روسيا أصبحت يعني لديها اتفاقيات مع الجمهوريتين ولذلك يعني هناك أصبح هناك أمن مشترك بين روسيا وجمهوريتين دونيسك ولوغانسك وهذا الشيء طيب. ما طاح لبوتين ببدء العملية العسكرية لأنه بوتين كان يتهم الأوكران باستبداد هذه المناطق واستبداد روسيا بشكل عام يعني وخصوصا طيب. المناطق دونيسك ولوغانسك وهو أيضا يعني في خطابه السياسي نعرف بأن بوتين يحب الشعبوية وهو يريد أن يؤيد جزء من الشعب الروسي خصوصا الجزء الذي جاء من الحقبة السوفيتية ولذلك هو كان يقول في خطابه السياسي بأنه يدافع عن القومية الروسية ويدافع عن الروس المضطهدين لأنه يعني هناك دائما الحكومه الروسيه تتهم وخصوصا العلاقه طيب طيب سيد ديمتري ارجو ان تبقى معي نعم ارجو ان تبقى معي ولذلك العمليه نعم دكتور قيس يعني الاقليمين اعترفت بهما روسيا من جانب واحد واعتبرتها اراضي حليفه للجانب الروسي وبالتالي اي استهداف لهذه الاراضي المعترف بها من جانب واحد هو استهداف لروسيا كيف هذه المعادله ان ترى طريقها نحو المواثيق الدولية أصلا حقيقة يعني ضم دونباس بالجمهوريتين المستحدثة أنا أعتقدها دبلوماسية ذكية من موسكو لماذا؟ عندما اعترفت موسكو بهاتين الجمهوريتين باعتبارها جمهوريات مستقلة إذا تورط الناتو في ممارسة عمليات عسكرية في هذه البقعة معنى هذا أن الناتو دخل في مواجهة مع روسيا وهذا لا يريده الناتو لأن يعرف أنه مسارات الحرب سوف تتجه نحو التصعيد ربما إلى النووي فإذا هذه الخطوة تندرج في إطار محاولات موسكو لتحييد الناتو وهذا حصل ونتذكر جيدا أن الرئيس الأوكراني ألح وطالب بإلحاح لدرجة التوسل أنه يفرض الناتو حرب طيران على الأجواء الأوكرانية رفض الناتو ذلك لأن ذلك يعني أيضا الدخول في مواجهة مع موسكو والناتو لا يريد هذا حتى إذا انتبهت حضرتك سألت إلى موضوع يعني احتمالات الرد الأوكراني على الأراضي الروسية بأسلحة استراتيجية الناتو لم يزود أوكرانيا بأسلحة استراتيجية وإنما زودهم بمكونات أسلحة أملا في إطالة أمد هذه الحرب لجر روسيا إلى الاستنزاف أقصى ما أسلحة دفاعية نعم ليست أقصى ما زودهم هو صواريخ ستينجر المضادة للطائرات مثل ما حصل عندما زودت الولايات المتحدة الأمريكية ستينجر إلى المجاهدين الأفغان عندما كان السوفيت موجودين في هذه الأسلحة طبعا التي اعتبرها بوتين في تصريحه بأنها خردة يزود بها الناتو أوكرانيا نعم هذا المستوى من التسلح طبعا التسلح سياسة مستويات التسلح سياسة عندما تريد دولة أن تصعد ممكن أن تورد مستوى عالي من السلاح هذا لم يحصل تركت أوكرانيا بعد أن تورطت في هذه الحرب خسائرها هائلة دمرت البنية التحتية بالكامل خاصة العسكرية منها والمدنية ذات الطابع العسكري يعني الاثنين نعم. ومثل ما أشرت أنا قبل لحظات أن الهدف الروسي من هذا بعد انسحابهم بعد الاتفاق على جملة من المسائل تصبح أوكرانيا دولة غير قادرة في المستقبل على تهديد الأمن القومي الروسي نعم سيد ديمتري يعني هناك تصريح من مفاوض روسي خلال المفاوضات التي جرت ما بين الجانبين الأوكراني والروسي بأنه هناك تفاؤل من قبل الجانب الروسي في حل هذه المعضلة التي تحدث حاليا في طريقة سياسية وليس عسكرية ولكن يعني كما نرى وكما أشرت أنت قبل قليل بأن الجانب الروسي متمسك بكل المطالب والشروط التي يريدها فما التفاؤل الذي يتحدثون عنه؟
نعم، داني يقول بأن يعني الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان يعول على الناتو، كان يريد دعما من الناتو، كان يقول بأن الناتو سوف تدعمه في حربه ضد روسيا، ولكن رأينا بأن الناتو يعني نعم هناك دعم بالسلاح، هناك دعم لأوكرانيا، ولكن الناتو لم يقبل فكرة انضمام أوكرانيا للحلف، وأيضا لا يريد دعم أوكرانيا في حربه في ضد روسيا. والواضح بأن هذه الشيء الذي كان يريده بوتين، يعني بوتين منذ البداية كان يريد من أوكرانيا أن لا تنضم للناتو وحتى الاتحاد الأوروبي، لأنه يعني بوتين يرى في هذا الشيء تهديدا للمصالح في المنطقة، ويعني هذا الشيء قد يضر روسيا، ولذلك حتى يعني لذلك يعني بدأ بوتين بالعملية العسكرية. ولكن يعني دعني أقول هناك أيضا حديث آخر بأن بوتين أيضا تورط في هذه العملية العسكرية، لأنه يعني هناك أيضا انهيار اقتصادي تسبب مشاكل اقتصادية لروسيا إذا استمر بوتين في العملية العسكرية، وإذا لم تستطيع العملية العسكرية أن تنجح، وأيضا إذا بوتين تنازل عن العملية العسكرية فهذا سوف أيضا خسارة سياسية. لذلك يعني حتى الآن الواضح بأن بوتين لا يريد التراجع عن العملية العسكرية، هو يريد أن تقبل أوكرانيا الشروط التي طلب منها، هو نعم يريد أن يكون هناك ضمانات من الطرف الأوكراني، هو يريد أن تكون أوكرانيا دولة محايدة ليست تابعة للغرب، وتكون نعم العلاقات مع روسيا. لذلك يعني لذلك نرى حتى الآن بأن يعني بوتين لا يريد الاستسلام في هذه العملية العسكرية، والغرب يفكر بأنه فرض العقوبات على روسيا قد تغير موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وانا لا اتوقع ذلك، لانه في عام 2014 نعم يعني بوتين كان هناك فرض عقوبات بسبب ضم لشبه جزيره القرم، ولكن لم يتغير موقف بوتين بخصوص الضم شبه جزيره القرم، والان الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك، والان العمليه العسكريه، والواضح بان يعني حتى في الماضي عندما روسيا اخذت اراضي من جورجيا لم يستطيع احد ايضا تغيير موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولذلك نعم اتوقع بان يمكن بوتين ان يتنازل طبعا عن جزء من الشروط، ولكن لن يتنازل عن الاساس الذي طلبه، الشروط الاساسيه التي طلبها من الطرف الاوكراني. نعم أعود إليك مرة أخرى سيدي. بالبداية يعني قضية الأوكران إلى أي مدى من الممكن أن ينساق وراء الشروط الروسية؟ حقيقة ليس أمام صانع القرار الأوكراني إلا أنه يقبل بالحياد الأوكراني، لأنه واضح أنه الروس لن يتراجعوا إلا بعد تحقيق كامل أهداف هذه الحرب. لكل حرب هناك أهداف سياسية واستراتيجية، نعم. وأعلنت هذه. والشيء الآخر الذي يدل على الموقف الروسي، نعم، أنه المعروف عندما تبدأ المعارك تتوقف الدبلوماسية، وتعود الدبلوماسية عندما تتوقف الحرب للوصول لاتفاق. اللي الحاصل الآن أنه الحرب تشتغل بعنف، ومع ذلك هناك ممارسة ديمقراطية، العفو دبلوماسية، بلقاء الوفدين الأوكراني والروسي في المفاوضات وهذه جديدة حقيقة، وهذا تكتيك جديد. الهدف منه ماذا؟ الهدف الروسي كما أفهم هو إتاحة الفرصة للقوات الروسية الموجودة في أوكرانيا لإكمال تحقيق الأهداف العسكرية المرسومة لهذه القوات، و تشتغل الدبلوماسية. لكن في النهاية سوف يجد الأوكرانيين أنفسهم. قبل قليل صرح الرئيس الأمريكي بايدن أنه بوتين يشن الحرب هجوم مروع على أوكرانيا، ثم ماذا عملتم بعد أن دفعتم أوكرانيا إلى هذه الحرب؟ ثم ماذا؟ نعم، العالم كله يعرف. وهل هناك حرب غير مروعة كما يقول السيد بايدن؟ الآن الساحة الأوكرانية تشهد تنفيذ وتجارب عسكرية لأحدث الأسلحة الروسية. طيب إذن سيد ديمتري باختصار شديد، الحرب أم السياسة هي التي سوف تصل بنهاية ما يجري بين أوكرانيا وروسيا في النهاية؟ باختصار أتوقع بأن بوتين هو لديه استراتيجية معينة رسمها لأوكرانيا، وأتوقع بأن بوتين دائما هو يعني يريد أن يكون له دور عسكري أكثر من الدور الدبلوماسي، لأن حتى في الملف السوري عندما كان هناك يعني بالنهاية
روسيا بنت قاعدة العسكرية في الشرق الأوسط قاعدة ميميم، ولذلك الواضح بأن بوتين يعني هو ليس أكثر شيء توجهه للدبلوماسية بل أكثر إلى الحل العسكري. إذن من موسكو كان معنا المحلل السياسي الروسي ديمتري بريجيا، نشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية ملفنا الأول من حلقة هذا الأسبوع. فاصل قصير ونواصل الحديث عن ملفنا الثاني. برنامج البوصلة نذهب عميقا في الفكر والثقافة والسياسة، نقتفي أثر الأحداث والتطورات في اليمن وعن اليمن. البوصلة معي أنا عارف الصرف. أهلا بكم من جديد. مرة أخرى تستخدم إيران الساحة العراقية لتصفية حساباتها مع خصومها الدوليين في موقف يعد انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لاستقرار البلد والمدنيين الآمنين. وابل من صواريخ الحرس الثوري الإيراني يحيل ليل محافظة أربيل العراقية إلى نهار ويؤدي إلى دمار مبان حكومية ومدنية وإعلامية. فما الرادع لوقاحة إيران المستمرة؟ وإلى متى سيكتفي العراق بالشجب والإدانة؟ هل بات المجتمع الدولي عاجزاً عن وضع حل لإرهاب المجاميع المسلحة الإيرانية الرسمية الذي يطال المدنيين في المناطق العربية؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون موضوع نقاش ملفنا الثاني، ولكن بعد هذه المادة المعلوماتية. إذن لمناقشة هذا الموضوع أرحب من جديد بضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ العلاقات الدولية الدكتور قيس النوري. مرحبا بك من جديد دكتور، وأيضا عبر سكايب سيكون معي أستاذ القانون الدولي الدكتور دري الدليمي. فمرحبا بك دكتور دري الدليمي. أبدأ معك دكتور دري، يعني إيران وتحاشي الرد المباشر على إسرائيل، يعني تضرب إيران من قبل إسرائيل في دمشق، ترد على الأرض العراقية في إقليم كردستان، كيف ترد على هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم ولقناتكم الكريمة على هذه الاستضافة، وأسأل الله لنا ولكم خير الدنيا والآخرة. أما بعد، أفعال إيران كذاك الإعرابي الذي رأى امرأة من العربي فأعجبته فصار كأنه يحدث الجدار وهي خلف الجدار، يقول إليك عني واسمعي يا جارة، هل أعجبك الفتى من بني فزارة؟ إيران تقول إنها تريد أن ترد على الضربات الإسرائيلية، وهي ترد على الضربات الإسرائيلية على الأراضي العراقية. أولا وقبل كل شيء، أنا أعتقد عقيدة جازمة وبحسب المعطيات وبحسب التاريخ أنه لا يوجد أي عداء حقيقي بين إيران وبين إسرائيل
ولا يوجد أي عداء حقيقي بين أمريكا وبين إيران مطلقا وأبدا. إنما هذه القضية منذ أن تسلم خميني إدارة أو قيادة الثورة في إيران وإلى ساعتنا هذه، هذه القضية عبارة عن تمثيلية وعبارة عن مسألة غير حقيقية. أمريكا تدعي إنها تعادي إيران، وإسرائيل تدعي إنها تعادي إيران، وكذلك إيران تدعي بأنها تعادي أمريكا وإسرائيل، وتصل بينهما ضربات ومناوشات منها هنا ومنها هناك، وتصفيات للحسابات على الأرض العراقية، على الأرض اليمنية، على الأراضي اللبنانية، على الأراضي السورية. لكن ما سمعنا في يوم من الأيام إن إيران استهدفت إسرائيل أو استهدفت أمريكا بشكل مباشر. حتى الصواريخ التي يضربونها على السفارات والقنصليات الأمريكية أو ما إلى ذلك، غالبا ما تضرب في المحيط وغالبا ما تضرب في الأرض الفلاة. فهذه القضية أمريكا وإسرائيل تريد أن تجعل من إيران بعدا مخيفا، وخاصة للدول العربية وللبلاد الإسلامية. وتريد أن تبقي هذا العدو المخيف، تريد أن تبقيه على ساحة الواقع، وتفعل إن لديها عداء مع إيران، وكذلك إسرائيل تفتعل هذا الافتعال. هذه مسألة واضحة وأصبحت مسألة جلية لكل ذي عقل. دكتور قيس يقول أن هذا العداء عداء ليس له وجود ما بين الإيرانيين والإسرائيليين والأمريكيين، ولو كان موجودا ربما كانوا يردون في أراضيهم وليس في أراضي الغير. طبعا هذا واضح، مثل ما تفضل الدكتور دري دريمي، واضح هناك فرق بين أن تمارس ردا على قوى معتدية مثل إيران، وبين أن تعلن بالإعلام، تستخدم الإعلام لتضليل العلاقات الإسرائيلية الإيرانية ليست جديدة. وفضحت تماما من قبل باحثين إيرانيين موجودين في أوروبا وفي أمريكا بالوثائق. يعني نذكر على سبيل المثال، عندما كانت الحرب العراقية الإيرانية مستمرة وكان الخميني موجود للشحي، إيران استعانت بالسلاح والاستخبارات الإسرائيلية في تلك الحرب. وعندما وما هو معروف بإيران جيت، عندما سقطت الطائرة الأرجنتينية التي كانت تحمل سلاح من مطار بن غوريون مباشرة إلى مطار مهرابات في طهران. في حين كان خطابهم الإعلامي، البروباغندا الإعلامية، الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر والموت لإسرائيل إلى هكذا. هذا تطبيق عملي للسياسة السرية، للدبلوماسية السرية، الدبلوماسية السرية التي تمارسها إيران بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. مثل آخر، العراق ضرب واحتل بتهمة امتلاكه لأسلحة دمار شامل. طبعا تبين أن هذه كذبة مفضوحة. إيران الآن تخصب ووصلت إلى نسبة تخصيب عالية، وتعلم الولايات المتحدة وتردد المنطقة بأكملها. ومع ذلك نجدهم الآن يتفاوضون في فيينا من أجل التوصل إلى موضوع موضوع الضربة هذه. حقيقة لا علاقة لها بموضوع مقتل ضابطين من الحرس الثوري في دمشق، وإنما لها علاقة بتعثر المفاوضات، مفاوضات فيينا، يعني للتوصل لإعادة إحياء الاتفاق النووي. هناك تعثر. إيران تريد أن تثبت أنها قوة فاعلة إقليميا. كيف؟ فضربت هذه الضربة الأخيرة. الموقف الغريب الذي يدعو إلى الضحك أحيانا، أنه الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته على تنفيذ هذه الضربات الصاروخية. يعلن رسميا، والمسؤولين في بغداد في المنطقة الخضراء لا يجرؤون على تسمية هذا المعتدي الذي اعترف هو. يعني ليس اتهام وإنما اعتراف أنه أنا نفذت هذه الضربة، وكما يقول ضد موقع إسرائيلي. أنت داخل في
لنصدق أنك داخل في مواجهة مع الكيان الصهيوني. أنت لديك قواعد تبعد كيلومترات محدودة عن الكيان الصهيوني في سوريا وفي جنوب لبنان. لماذا لم تمارس عمل عسكري مؤثر تجاه هذا الكيان وهو قريب منك جدا؟ معروف أن هناك قواعد للحرس الثوري الإيراني في سوريا. نعم. فهذه ذريعة. ذريعة وذريعة ساذجة يصدقها السدج. الموضوع أنه هناك تحت الطاولة شيء كبير. الغاطس في العلاقات الإسرائيلية الإيرانية. ما عاد خافي. دكتور دري، يعني الموقف العراقي كيف وجدته من محاولة تصفية الحسابات ما بين الخصوم على أرضه؟ الموقف العراقي موقف هزيل، موقف ضعيف، موقف مذل، موقف فيه استعباد. لماذا؟ لأن الحاكم الحقيقي في العراق هي إيران. إيران عندما تضرب أربيل أو تريد أن تضرب بغداد أو تريد أن تضرب أي مكان، فهي السيد الحقيقي في العراق، وهذا مؤسف. إيران التي أذلها الجيش العراقي لمدة 8 سنوات، إيران الذي قال خميني عندما أوقف الحرب العراقية الإيرانية: تجرعت كأس سم وأنا أوافق على وقف إطلاق النار. الآن لا توجد سيادة حقيقية في البلد أبدا. وانظر الإعلام العراقي مثلا الهزيل، وانظر إلى التصريحات التي صدرت عن الحكومة العراقية أو عن المسؤولين العراقيين. في أول يوم وقعت فيه الضربة خرجت القنوات الفضائية الإيرانية، كما ذكر الأخ الأستاذ الضيف عندك في الاستوديو، خرجت الفضائيات العراقية. أنا استمعت إلى الأخبار وقرأت ما كتب في المانشير. أريد فضائية واحدة تقول إيران لا توجد. إلى هذه الدرجة هم خانعون، وإلى هذه الدرجة هم خائفون، وإلى هذه الدرجة هم جبناء إلى أقصى وإلى أبعد الحدود. فضائية واحدة في أول يوم وقع فيه الخبر، أريد فضائية، يعني لم يصرحوا بأن الضربة من إيران إلا بعد احتراف الحرس الثوري الإيراني وتفاخره بهذه الضربة، وإلا هم في البداية أصلا لم يصرحوا. ولم أسمع أبداً. ما محتمل قد يكون محتمل قد تكون هذه الضربة من الميليشيات الإيرانية في العراق وليس من إيران أبداً. نفسها. نعم أخي دكتور، محتمل يعني ربما لم يصرحوا لأنه ربما تكون هذه الضربات من قبل الميليشيات العراقية المدعومة من إيران وليس من إيران نفسها، بعدما تبنى الحرس الثوري يعني قامت وسائل الإعلام وصرحت بهذا الأمر. أخي لا يختلف هذا ولا يختلف ذاك. أنا إذا ضربت بيدي أو إذا ضربت بولدي إذا ضربت بيدي أو ضربت بيدي أخي أو ضربت بيدي أو بيد عبدي أو خادمي فإن الضربة لا تختلف. هم يعرفون، وحتى إذا كانت الضربة والتصريح من إيران فهو بتخطيط داخلي. إيران لا تستطيع أن تعرف ما في العراق كما يعرف العراقيون. الحرب التي شنت على العراق واحتل العراق، الحرب الأمريكية عندما احتل العراق، والله وبالله وتالله لولا إيران لم احتل العراق أبدا، ولولا مساعدة إيران وأذناب إيران في الداخل أو في الخارج. لولا إيران، وإيران صرحت بذلك، لولا إيران لم استطاعت أمريكا أن تحتل العراق. في بداية الأمر كان العراق مقسما، يعني كعكة مقسمة، نصفها لأمريكا ونصفها لإيران. لكن الآن لا يوجد شيء لأمريكا في العراق أبدا. الحاكم المتسلط، الآمر، الناهي، المتنفذ، الذي يضرب. يعني أنت هل سمعت توجد دولة في العالم يقع على رأسها 12 صاروخ 12 صاروخ يقع على رأسها وفي وسطها ويهد البيوت ويهد المساكن ويفعل ما يفعل بها، ولا يخرج رئيس هذه الحكومة أو أي شخص من حكومتها ويقول هذا اعتداء سافر مثلا ونحن دولة ولنا سيادة وسنرد مثلا. ردوا بكلمة. وهذا العراق جمجمة العرب، أخزيتموه ورب الكعبة. ما هذا الجبن؟ ما هذه التبعية؟ ما هذا الذنب؟ يعني كأنه ذنب آسن قد طغت وقد خرجت رائحته. هذه هي الحقيقة المؤسفة. طيب
دكتور قيس، الحكومة العراقية خرج في نفس اليوم مصطفى الكاظمي وبتغريدة قال سوف نشكل لجنة لمتابعة الموضوع. بعدها في اليوم الثاني والأمر مضحك جدا، يخرج الحرس الثوري ويقول نحن قد نفذنا هذه الضربة. نعم، المضحك أكثر من هذا التصريح للكاظمي أنه ذهب مع وزير الدفاع إلى أربيل. نعم. أمس، وهو بصدد هذا الموضوع، موضوع ضرب أربيل بصواريخ إيرانية، يقول مطلوب من إيران أن توضح ماذا ضربوك بصواريخ، واعترفوا أنهم رسميا يعني هم اللي لفذوا هذه الضربة. نعم. توضح ماذا توضح، يعني ماذا تريد؟ يفترض أن يكون هناك، لكن بالمناسبة يعني هل أن حكومة المنطقة الخضراء قادرة على اتخاذ موقف يكافئ هذا العدوان الإيراني؟ أنا في تقديري لا، لسبب أنه هذه المجموعة الحاكمة ما هي إلا ذيول لإيران وتنفذ السياسة الإيرانية في العراق، فهي غير قادرة تماما على أن تصدر حتى بيانا خجولا لإدانة هذه الضربة، حتى مذكرة للسفير الذي لديهم في بغداد. أبدا أبدا، لا يستطيعون اتخاذ أبسط موقف دبلوماسي وليس موقف عسكري. هذه ملاحظة ثانية. نعم. أنه هذه ليست المرة الأولى التي تمارس إيران مثل هذه الضربات. نعم. ومارستها ليس فقط ضد العراق، وإنما ضربت أهداف في السعودية وفي الإمارات من داخل الأراضي العراقية. نعم. وتحديدا من المنطقة المحادة الحدودية المحادة للأراضي السعودية في منطقة اسمها عرعر. نعم. هناك قاعدة إيرانية ممنوع على أي مسؤول عراقي أن يدخلها. نعم. نعم. فهي ليست تهدد العراق فقط، وإنما تهدد الإقليم كله. تهدد كل دول الإقليم وتحديدا الدول العربية. أما عداءهم مع إسرائيل فهذا عداء ظاهري والغاطس في العلاقات عميق جدا. نعم. وحتى يكون كلامنا منطقي معزز بالأرقام، ارجع لحجم الاستثمارات الإسرائيلية والإيرانية في كلا البلدين والعلاقات البينية بينهما. نعم. علاقات عميقة حتى على مستوى الاقتصاد. طيب. دكتور دري، يعني لو أخذنا الأمر من ناحية القانون الدولي، كيف سيتعامل القانون الدولي مع هذا الأمر؟ ضرب أراضي لدولة أخرى عبر ميليشيات شبه رسمية إيرانية تضرب دولة أخرى عبر مستخدمة الأراضي العراقية لضرب دولة أخرى. أخي الكريم، القانون الدولي وفقا للقوانين الدولية فهذه جريمة، جريمة كبيرة، ويحق للدولة أن ترد على هذه الجريمة، أقصد الدولة المستهدفة. نعم. يعني لو كان العراق عراقا كما كان، لو كانت هذه الدولة، لو كانت هذه الضربة ما قبل العام 2003، أنا أعتقد لضرب العراق إيران 120 صاروخ بدل 12 صاروخ. لكن الزمان يختلف والرجال تختلف، فهذه تعتبر جريمة دولية. الآن العراق إذا أراد أن يرد على إيران فالقانون الدولي يسمح له بذلك. لكن القانون الدولي، إذا كنت أنا مستهدف وأنا مظلوم وأنا قد ضربت بإثنى عشر صاروخ وأنا صامت، لم أتكلم بكلمة واحدة، إنما أقصى شيء قالوه وفعلوه، ماذا قالوا؟ قالوا نطالب بتشكيل لجنة تكون إيران هي إحدى المشكلين لهذه اللجنة أو إحدى الأعضاء في هذه اللجنة. نطالب بتشكيل لجنة دولية تكون إيران أحد أعضاء هذه اللجنة. ماذا تبحث اللجنة؟ اللجنة تبحث مسألتين. المسألة الأولى إنه لا يوجد يعني شيء يتعلق بإسرائيل في المنطقة التي ضربت. نعم. كما تقول الحكومة. طيب. والمسألة الثانية أنه يحقق بهذه الضربة ومن أين أتت هذه الضربة وكيف أتت. ما نعم. داعي هذه اللجنة؟ وإيران صرحت بعد ساعات وقالت إنني أنا من ضربتكم، وبالعراق الفصيح أنا ضربت 12 صاروخ ولي فك حلقة كسر راسه. نعم. بهذا النص. ما هي اللجان؟ طيب. ما هي كذا؟ لم يتحدث، يعني القانون الدولي
يريد دولة تقدم شكوى تقد إلى مجلس الأمن، إلى المجلس الدولي، إلى المحاكم الدولية. هم لم يتكلموا بأي كلمة فيها أبسط. طيب، وصلت الفكرة دكتور. إلى حد هذه الساعة. نعم. إذن الدكتور دري الدليمي أستاذ العلوم أو القانون الدولي، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر سكايب. كما أشكر ضيفي في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية الدكتور قيس النوري، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لحضراتكم مشاهدي الكرام لحسن إصغائي والمتابعة. في أمان الله.